بدأنا باللغة الإنجليزية كاللغة الشائعة والأكثر تداولا في على مستوى العالم. بعد كده تطرقنا للغات الأخرى، وقبل ما تطرق للغات الأخرى تطرقنا برضو للفروع الأخرى من اللغة الإنجليزية. كثيرا من الناس بيعتقد أن اللغة الإنجليزية على الجنرال فقط، لا، احنا دخلنا على الجنرال والكونفرزيشن ودورات متخصصة لخلاف الدورتين دول زي الانجليش رايتنج والفوناتكس والجرامر. فالناس تسالني، ما احنا كده كده بناخد الثلاثه دول في الجنرال، انا باخدهم بس باخدهم بما يوازي كل ليفل باخد فيه قد ايه. ولكن ليه احنا عملناها؟ لان ان في ناس بتوصل لليفلز عالي 7 مثلا، واقع منها الاكسنت بتاعها بينطق وحش وداخل مثلا على امتحان ايلتس وقعه. فانا بقول له بدل ما ترجع تدرس سنه كامله 6 ليفلات عشان عشان حاجه وقع بس منك، وقع، فبقول لي لا، خش الدوره المتخصصه اللي انت واقع فيها، سواء في الجرامر، في دوره الجرامر لوحديها، في دوره فوناتكس، في دوره انجلش رايتنج، ولكن لكل حاجه من دي ليها مستوى معين عشان اخش عليها. هي الدوره الجنرال بتبقى سنه، مدتها قد ايه؟ هي مدتها 24 ساعه بالظبط. ماشي، بتبقى مره واحده في الاسبوع 3 ساعات، او مرتين كل مرتين في الاسبوع كل مره ساعتين. 24 ساعه، طب دي حاجه كويسه يعني. يعني بالظبط هو الليفل 24 ساعه، ممكن في وقت يعني في وقت قليل ممكن حد يستوعب القصه. هو خلال سنه بالظبط بندي للدارس 5 ليفل. هو لو دخل معانا، انا ما اعرفش هو مستوى ايه، لو هو دخل على 5 في خلال سنه بيوصل لليفل 10 معايا، وانا معايا المستوى، بس ما حدش بيوصل للمستوى ده وبيتكامل يعني. هو بيوصل لليفل 7 و8 والاقي المجموعه قلت شويه، لان هو خد احتياجه يعني. هو بيبقى عايز يبقى يعني يعرف يمشي نفسه. طب هو لا، حضرتك دلوقتي عندكم كام لغه؟ ابتديتوا باللغه الانجليزيه، اللغه الانجليزيه بفروعها، وفي دورات انا تطرقت للموضوع اللغات المتخصصه باللغه الانجليزيه، تمام، وفي دورات متخصصه متقدمه شويه زي الايلتس واللوكال تويفل والبي تي اي. الدورات دي لا تدرس في اي مركز كنسي على مستوى جمهوريه مصر العربيه، واول مركز كنسي يدرس اللغات دي كان مركز العذراء عياد بيه شبرا. بدانا نفس الجامعات الدوليه فيها، لان احنا دراستنا والناس اللي بتسال فاكره ان مركز كنسي او مركز خدمي يبقى مستوى المحاضرين مش كويس. انا باكد وبقول للناس مش على لساني انا، بل على لسان الناس اللي جات وحضرت معانا ودرست في الجامعات الدوليه وجات درست معانا. قلب اللفظ ده وبالحرف الواحد كان في العيد ال20 بتاع المركز. احنا بقالنا 22 سنه دلوقتي في العيد ال20 من المركز، بالصدفه بنسجل فيلم تسجيلي، فمع بعض الدارسين قلب الحرف الواحد. انا جيت من 10 سنين هنا، انا هنا جيت خدت العلم ورحت بره في الجامعه الدوليه لا ذكر اسماء، ان انا اخدت الشهاده، انا جاي اخد علم فعل هنا. ليه؟ لان المحاضرين اللي معانا كلهم بدون استثناء من مدارس دوليه او جامعات دوليه او جامعات خاصه، وموجودين وحابين يجوا. هي منها شغل ومنها خدمه.